أدري إيش الجنان اللي هتسويه اليوم. لها إضافاتها ولمستها الخاصة، بيتها شيء جنان. أنت تبغى نسيها بس لا حقتني. لما تبغيني أضيفها لا أضيف. مرحبا، معكم ابتسام وماما. شيف ماما بسمك. بنوتي الحلوة من هي صغيرة تحب تقلدني في كل شيء، وأكثر أكلة تحبها كانت ورق العنب. هسوي ورق عنب بطريقة ماما بس في لمسات. طبعا معانا الشيء الأخير اللي حيغير طبختي، جبنة فيتا من البقرات الثلاثة، الطعم الأصيل اللي ما نستغني عنه. ليها 40 سنة ما تغير طعمها. يلا أنا دوقتك إياها مرة. أيوه بس المهم إنها عجبتك. أبغى أشوف شطارتك. حيكون معانا رز غاسلينه وناقعينه، ورق العنب، طماطم، بطاطس شرايح، كزبرة والبقدونس، والبهارات المشكلة اللي أنتم تحبوها وتفضلوها، باربيكا برضو، دبس الرمان، بصل مفروم، ليمون، وندوب معه مرقة الدجاج، وآخر شيء طبعاً جبنة فيتا من البقرات الثلاث، الطعم الأصلي اللي ما نستغني عنه. يلا الحين نبدأ خلطتنا. نحط البصل والبهارات المشكلة، نضيف الباربيكا، ندوب مرقة الدجاج في الليمون. وأبغى أقول لك النصيحة علشان لا تنسيها، الرز بعد ما نغسله 5 دقائق شوية في الموية، بعدين نصفيه ونحطه في الصحن حقه. فاكرة لما قلت لك نحط لحمة مفرومة شوية عشان طعم اللحمة ما يغطي على طعم الجبنة، تكون طعم الجبنة ظاهرة. نضيف شوية دبس رمان. أيوة طبعاً هتساعديني في اللف. أكيد. نضيف الآن جبنتنا، جبنة فيتا البقرات الثلاث. والحين فكيت الجبنة وببدأ أقطعها. طبعاً كلنا عارفين الطعم الأصيل سهلة وهشة وتتفتت بسهولة. وفي نقطة أبغى أقول لك، هي ليش أنا ما حطيت ملح؟ لأنه هي الجبنة فيها شوية ملوحة، فعشان نوازن بين الخلطة وبين الجبنة ما نكتر ملح كده. تمام، يلا حركي كمان، كملي وطبختك. يلا دقيقة بس. أيوة. نبدأ الحين نرص البطاطس في قدرنا. عارفة ليش إحنا نصف البطاطس وبعدها فوقها الطماطم؟ حتى لو علينا النار إنه لا يلصق معانا، حتى لو لصق بعيد عن ورق العنب. يلا دحين الطماطم نبدأ دحين في اللف ونرصها، وبعد كده الصوص نعمله برا وبعد كده نضيفه عليه. طبعا ما شاء الله ماما أسرع واحدة في اللف. يلا الحين هنسوي تحدي الأسئلة. مين الشيف فيكم؟ مين تحط جبنة على كل شيء؟ مين تطول أكثر عشان تجهز؟ مين تزعل بسرعة؟ مين تكسر الأغراض أكثر؟ مين عندها الاحتمال الأكبر إنها تصير مليونيرة؟ مين تظل جوعانة؟ مين أكثر وحدة تضحك؟ مين اللي دايماً مستعجلة؟ مين ضحكتها أحلى؟ مين أكثر وحدة تساوي مصايب؟ هذه آخر خطوة. دحين على فين؟ على النار. باقي نحط ثقل عشان ما يتفك علينا ورق العنب وهو على النار. الريحة. ما كنت تضربين على ايدي اليوم؟ غريبة. اخذ راحتي. يا ويلي. وهذه كانت طبختي لليوم اللي طبعا فيها اضافتي الجديدة مع جبنة فيتا للبقرات الثلاث. الطعم حلوة مرة. Mm-hmm.